خلو محافظة ديالى من عصابة داعش الإرهابية منذ نحو أكثر من عامين، على أن بساتينها ما زالت تحرق بفعل فعل، حيث أن أعدادا كبيرة من بساتين محافظة ديالى شهدت حرائق مماثلة في موسم الصيف الماضي، حتى أن البعض منها أحرق أكثر من مرة، مما جعل الكثير من المزارعين يتركون بساتينهم تموت وتحرق دون تمكنهم من فعل أي شيء. وعلى خلفية هذه الأحداث، تمكنت فرق الدفاع المدني من أخماد الحريق في وقت قياسي الذي اندلع في بساتين زراعية بأحدى قرى قضاء خنقين شمال شرقي ديالى، إذ أن الحريق اندلع بفعل فاعل وفقا للمعلومات المتوفرة، وخلف أضرارا مادية فقط دون تسجيل أي إصابة بشرية. وتشهد بساتين ومزارع محافظة ديالى الكثير من حوادث الحرائق التي تندلع لأسباب مختلفة والتي تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وأضرار في المحاصيل دون أي إضرار بشري. لؤي الحسن، WTV.